مشاهدينا، وبعد قليل كيدزانيا، ملاعب ترفيهية وتعليمية للأطفال في مصر. بعد قليل من القاهرة. أهلا بكم. كيدزانيا القاهرة هي أول مدينة تعليمية ترفيهية للأطفال في مصر، وأقيمت باستثمارات كبيرة بلغت قيمتها 21 مليون دولار أمريكي. المزيد في سياق التقرير التالي. يرتدي هذان الطفلان ملابس الشرطة استعدادا للقيام بدور ضابطين منوط بهما تحقيق الأمن هنا في هذه المدينة. فالمهام الشرطية واحدة من الوظائف التي تمنحها مدينة كيدزانيا لزوارها من الأطفال، ضمن 100 وظيفة أخرى يحاكون بها مدن الواقع. نفهم الطفل إيه نوعية شغل البوليس أوفيسر نفسه، نبتدي نشرح لهم يعني إيه البوليس بيعملوا إيه، بيبتدوا إن هم بيحافظوا على الناس، بيدي لهم الأمن يعني. بيتحرضوا دايما المواقف ان هو بيبتدوا يشتغلوا في اجازات حاجات زي كده عشان يحموا الناس، وفي نفس الوقت هم هنا بيبتدوا يعملوا باترولينج في السيتي، بيروحوا لاماكن معينه. يا مثلا بيبتدوا احنا بنديهم ماب اوكي وسكيورتي ريبورت، بيبتدوا يخشوا يسالوا الناس في مشكله حصلت عندكم او حاجه زي كده، بس كده يمضوا الريبورتس ويرجعوا. هي المدينه الاولى من نوعها في مصر، لكنها 15 على مستوى العالم بعدما نفذت الفكرة للمرة الأولى عام 1999 في المكسيك. الفكرة بسيطة جدا، هي فكرة أن الصغيرين بيلعبوا كبار يعني، ودي حاجة موجودة في الدنيا منذ مكان فيه طفل في أول يوم في التاريخ ولحد النهاردة. كل اللي احنا عملناه في كيدزانيا أن احنا خدنا الفكرة دي وكبرناها جدا لدرجة أن احنا أنشأنا مدينة كاملة بكافة التفاصيل بتاعتها، الصغيرين يعيشوا فيها كبار. ما يميز كيدزانيا القاهرة عن غيرها من مثيلاتها حول العالم تركيزها على صناعات مختلفة كالسيراميك والسجاد ووحدة تراخيص سيارات المرور وغيرها، فتساعد هنا زائريها من الأطفال على التخطيط الأمثل لمستقبلهم. يربط الواقع اللي احنا عايشين فيه بأحلامه هو كطفل عايز لما يكبر يبقى ايه، فهو بيعدل أحلامه كمان، بيجرب وظائف هو كان بيحلم يشتغلها وهو صغير ممكن ما تعجبوش فيغير خطه مستقبله كلها في سن مبكر جدا، ما دام يعمل كده بعد ما يتخرج من الجامعه ودي تبقى حاجه مضره قوي. دخلت مصنع مولتو كولا ودخلت وعملت عارضه ازياء، وكمان دخلت سبينس ودخلت فاير فايترز. فكره ان يبقى موجود مدينه كامله نعمل بيه الاطفال يحسسوهم ان هم كبار، دي فكره خرافيه يعني بالنسبه للاطفال. المكان رائع بالنسبة لنا. وانت صغير بتبقى عايز تشتغل شغلات كتير وانت كبير، فبتحتاج سنين بقى على ما تدرس كل حاجة وتعملها، لكن هنا احنا بنعملها على طول. ويسارع المستثمرون في مجموعة كيدزانيا الخطى لإنشاء كيدزانيا في مدينة الإسكندرية. في كيدزانيا يأتي الأطفال للترفيه والتعليم، فالمدينة الأولى من نوعها في مصر تقدم لزائريها نماذج محاكاة متنوعة لتجارب الحياة وصعوباتها. عبد الهادي حريبة، اليوم على الحرة، القاهرة. كيدزانيا القاهرة بتستقبل الأطفال من سن الرابعة حتى الرابعة عشرة وبمساحة كبيرة تتسع لعدد كبير من الأطفال.